كنت شاهد على بطولات افريقيا كمان، واحنا داخلين على الدور قبل النهائي مع الوداد مباراه صعبه، اكيد برضو حضرتك ليك ذكريات مع البطولات الافريقيه واكيد حضرتك عندك الخبرات اول بطوله افريقيه مع النادي الاهلي مع النادي الاهلي فدي مقارنه سريعه ما بين الماتشات الافريقيه على في الثمانينات ودلوقتي، حضرتك شايف انهي الاصعب، الوقت اللي حضرتك كنت بتلعب فيه المباريات ديت ولا دلوقتي الموضوع بقى اصعب شويه؟ لا ايامنا احنا كان اصعب، كان اصعب لان ما كانش في احتراف، فانت بتلعب مثلا كانون يا ويندي 8 منهم منتخب الكاميرون، يعني مش زي دلوقتي اللعيبه المميزه في افريقيا دلوقتي بتسافر بره ما بتلعبش في الانديه يعني، انما على ايامنا عشان ما كانش في احتراف فالفرقه كانت قويه جدا. مظبوط. يعني افتكر كانون يا ويندي زي ما بقول لك في 6 7 اساسيين في منتخب الكاميرون، فانت بتلعب منتخب الكاميرون مثلا، فرقه زي كانت الرينجرز بطل نيجيريا كلهم منتخب نيجيريا فكانت ماتشات صعبه جدا غير الاجواء والملاعب مختلفه طبعا الاجواء والملاعب والسفريات واستقبال الجماهير، وهم طبعا كانوا بيعملوا حاجات اغرب من اللي بتحصل دلوقتي الجماهير الافريقيه يعني كانوا بيعملوا السحر والحاجات دي يعني والدوشه بس يعني احنا ما كانش بيفرق معانا الكلام ده، احنا كنا بنضحك يعني يعني نشوف الكلام يعني ده يعني حضرتك احكي لنا كده كواليس او حاجه كده كوميديه بالنسبه لكم البطوله الافريقيه الاولانيه 82 اللي كسبناها احنا قعدنا عشان نخش اوضه اللبس، لا قعدنا في الاتوبيس تقريبا ساعه. ليه؟ لان قالوا لنا رشين حاجات جوه ومش عارف ايه، وكان معانا رشين ايه؟ ما تفهميش بقى، احنا قاعدين في الاتوبيس قالوا لنا لا استنوا شويه عشان نخش ونشوف الاوضه عشان رشين فيها حاجه او عاملين فيها حاجه. طب تنزلوا ساعتها من الباص؟ لا 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 لا. احنا كنا لا احنا بص يعني الحاجات دي اتعودت، لا اصل اتعودنا عليها، خلي بالك في افريقيا يعني عارف الحاجات دي، انا افريقيا يقول لك طب استنى شويه وبعدين طب حتى واحنا ماشيين يقول لك طب ما تخشش الاوضه، حد الاول يخش الاوضه في حاجه منطوره وبتاع، لو في دواليب يفتح الدواليب اول في حاجه في الدولاب وبتاع، الفكره نفسه ان هم يعني انا طبيعي ما بقتنعش قوي مع موضوع ان ممكن في الكوره يبقى في السحر ده، لكن في ناس يعني في ناس عندها بتؤمن بيه بتبقى حته نفسيه حرب نفسيه يعني، هي مبقاش في حاجه بس هم بيعملوا كل الكلام ده على اساس ايه؟ حرب نفسيه بالنسبه لك، انت تخافي انت تركيزك ما يبقاش في الماتش، تركزي في حاجات تانية، بس طبعا احنا كنا يعني ما بيفرقش معانا الحاجات دي. طب ما كانش اللعيبه بتنزل تصوت يعني في ماتش من الماتشات افريقيا دايما اللعيبه الافارقه قبل الماتش وهم نازلين واحنا نازلين يو يا انت والغنى اغاني والرقص.